حضر ليقرأ تلاوة فخرية في الساحة الحسينية، ليقرأ أمام تلاميذه الذين قرأوا أمامه في نفس اليوم. أبهر كبار القراء الحاضرين وتلاميذه بتلاوة ليس لها مثيل، استهلال نغمي وتلاوة بمقامات متعددة لا تخرج إلا من أستاذ يقرأ بقلبه. هيا بنا نستمع إلى تلاوته كيف تلاها. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك
لك شاهدا ومبشرا ونذيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم